قائم الكيان الصهيوني كفى صمتا عن صمت الحكام الخونة، عن حكام العرب الذين باعوا القضية الفلسطينية وتركوا إخواننا في غزة وفي فلسطين يخوضون معركة المصير، معركة تحرير ودفاع عن المسجد الأقصى وعن الأرض المقدسة. كفى صمتا للشهيد ارتاح ارتاح، يا شهيد ارتاح ارتاح، يا شهيد ارتاح ارتاح، يا شهيد ارتاح ارتاح، وصانوا واصيل الكفاح، وصانوا واصيل الكفاح، وصانوا واصيل الكفاح، وصانوا واصيل الكفاح، والشهيد خلص ضيا، والشهيد خلص ضيا، والشهيد خلص من المغرب الفلسطين، من المغرب الفلسطين، من شعب واحد مش شعبين، من شعب واحد مش شعبين، يا الله يا جبار، يا الله ونقسم إلى الأمام، ونقسم إلى الأمام، ونقسم إلى الأمام، ونقسم إلى الأمام، من المغرب الفلسطين، من المغرب الفلسطين، ومن المغرب الفلسطين، ومن المغرب الفلسطين، ومن المغرب الفلسطين، ومن المغرب الفلسطين، من شعب واحد مش شعبين، شعب واحد مش شعبين، فوق الأمانة، فوق الأمانة، الله قدام السعيد. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم ارضي قطع قلوبهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم سدد رميهم، اللهم كن لهم وليا ونصيرا وعزا وظهيرا، اللهم يا رب احفظهم بما حفظت بيدك الحكيم، اللهم انهم جياع فاطعمهم، انهم عراة فاكسوهم، انهم حفاة فاحملهم، اللهم ان شياطين الانس والجن يمكرون بهم، اللهم يا رب امكر بالظالمين، اللهم انت خير الماكرين، اللهم انكر بالظالمين، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم يا قوي يا جبار يا متين عليك بالصهاينة، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم احدا، اللهم يا منزل الكتاب ويا سريع الحساب، اللهم يا رب كن كلهم يا رب الاخوان ديالنا في فلسطين كلهم وليا ونصيرا، اللهم اعزهم، اللهم يا رب انت ولك تلك الطائفه، اللهم يا ربي انت ولك تلك الطائفة، فإن المسجد الأقصى في خطر، اللهم احفظهم وبارك لهم في نسلهم، وبارك لهم في ذرياتهم، وبارك لهم في جهدهم وسلاحهم، وقوهم على من عاداهم يا أرحم الراحمين، اللهم شتت شمل الظالمين والمستكبرين، اللهم شتت شمل الأمريكان وشمل الصهاينة، اللهم إنهم يزودونهم بأسلحة، وأنت القوي فزود إخواننا بجند من عندك ونصرا من عندك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم ارحم أمة رسول الله، اللهم علي لواء أمة رسول الله، اللهم يا رب فرج عن أمة رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وزد وتكرم على سيدنا محمد النبي وزواج أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.